وحنا يعطيك العافيه. الله يعافيك. ممكن تحكي لنا قد ايش صار لك بالوعر تسرح بالماشي بالمعزه؟ صار لي يعني انا وابن 13 سنه. واليوم قد ايش على زياده؟ انا عمري 63 سنه. يعني صار لك نص قرن 50 سنه بالوعر. 50 سنه بالوعر. واكيد من خبرتي سنين بتعرف كل الاراضي تقريبا اللي بتحوط معليا. مش سنتي اللي اعرفها. واحنا اليوم بانو ارض متواجدين هون؟ شو اسم الارض؟ هاي الارض اسمها الزقاق. الزقاق. وتحتينا اسمها عقدة الزيتون، وكان هذا هاي المنطقة الناس تقلع منا زيتون. زيتون وتزرع، بتاخذ من ارض معلي، الارض معلي تزرع زيتون بري وتركي. وممكن تحكي لنا شو في اراضي هون، اسماء اراضي؟ هاي اللي قبالنا مردة. ارض مردة، الاهل معلي طبعا كمان. جيل الشهيد. اسامي الارض نعري، كيف سمعنا من حضرتك عشرات مئات اسامي الاراضي من معليا؟ شو بقول هذا الاشي؟ شو بدل لك هذا الاشي؟ هذا ديروا بالنا على ارضهم، على بلادهم. الارض تتثمنش، يعني الارض تتثمنش. تتثمنش، والمناطق منطقه معليا احلى منطقه بكل العالم. من تجربتك؟ من تجربتك؟ من تجربتي. وين ما توقف احلى، يعني تعال وقف بالهوايات، او وقف بالجلسه، او وقف بالشيخ شحادي، او بحلال المعسلي. وين بدي اقول لك؟ باحلى وش محل وين بتوقف فيه؟ شو بتحس؟ حتى هون حتى هون بالزقاق وقف، يقبلك البحر، يقبلك حيفا، يقبلك كل المناطق. فيش منطقة إلا حلوة معلي. تشرح القلب. تشرح القلب. شو بتوصي أهل معلي؟ شو بتوصي الناس؟ ديروا ما حداش حرام واحد يبيع أرض. حرام. الأرض ما بتتثمن. الأرض. كل واحد ببيع أرض بتضيع كرامته، واللي ما ببيع أرض بظل بكرامته كل عمره، بظل الناس محترميته. يعطيك العافية أبو حنا. الله يعافيك. الله يزيدك قوة. حرام واحد يتفرفط فيها. أحلى بلد بالدنيا. معليا. معليا. وأنت بكفي مناخة. درت بكثير أراضي وبتعرفها كلها. بعرفها كلها. وين أكثر محل بيعجبك؟ كل أرض معليا بتنعجب. من قعدت بمشريت ريح بتنعجب، من قعدت بسمارة بتنعجب، من قعدت بالشيخ شحادي بالعجب، بالجم بمحل شو اسمه هاي بكفي، هو الغربي بكفي. توقف وين ما توقف الهواء الغربي بنسم عليك بكفي. زي ما هسه حاسس؟ لا هسه احنا حاسين قاعدين بقبال الهواء الغربي. وين ما توقف بارض معليا، وين ما اجى بتمنى يجي، يتمنى بده يقعد فيها. بس ارض معليا لاهل معليا. لاهل معليا، وديروا بالكم انه اهل معليا الحال ما راحت راحت، خلص اللي بتروح عليك راحت عليك للابد. وان شاء الله ما بحدا ببيع شيء. بيعوا لبعض. ايوه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. حد ترمبت الو. هيك للغرب مين الاراضي؟ ايش في اراضي؟ اراضي مراح دار بصيرة. بعدين خربت الظهر. هون هيك هيك مرجز ونيتا. بعدين نطلع لجاي الزقاق. كله هذا الزقاق. من تحتينا عقدة الزيتون. من شمالي. بس بحكي لك من منطقة تحت الزقاق شقيب الأحمر. وادي ابو الجراجمي. حدينا من غاد منطقة مغارة ابو الجراجمي ومنطقة المشنقة. يعني بديش تعد اسامي. هيك يعني. وبعدين بنعد من شمال الشارع. ننزل على مغارة زوانيتا. عين الدم، بلتون. منطقة خل الجيش. ظهور الجمال.
قسم النجم. اها. قلنا قسم. نطلع خلي الجيش. يعني هاي الاراضي انت كلها كاين كل الارض بعرفها سارح فيها. سارح فيها وبعرف كل ارض لمين ولمين. اها. منطقة خلي الجيش. منطقة حلال المعسلي. يلا الشيخ شحادي المطامية بتنزل على العمري بتضلك نازل على خلت المقطع بتضلك مكمل طول على دبت الرملي بتضلك مغرب في طريق بتروح على الترصيلة في طريق بتروح على المفاغر وبتكمل على بلاتول وطريق كمان بتكمل على المنحتي وهاي المنحتي سور المنحتي إنه ومنطقة سور المنحتي وهذا الطريق تبعت منوب بتكمل على مرج بتريا ظهر عساف أول شي ظهر عساف وبعدين مرج بتريا وبعدين بتكمل على الخزنة وبتظل نازلة على السهل على منوت هاي اسمها منوت هاي المنطقة هاي كلها هون وين المرحان وين المنطقة المرحان هاي كلها بعرفها طيب يلا ايش في اسامي كل الاسامي الجلسي المرحان اول شيء المرحان الجلسي بعدين تنزل على خط في طريق تنزل على خط صنوبرة في كمان طريق بتضلك نازل على الجلسي بتضل مكمل على احجار الزرق في طريق كمان بتكمل احجار الزرق بتكمل احجار الزرق ابو شريتح على الاخلال بالاول ابو شريتح وتضلك طالع من ابو شريتح بتضلك نازل على الشارع الرئيسي بتبغى تنزل على خلة عاصي على ظهور المغر كل هاي المنطقة ظهور المغر خلة عاصي صايب مع الطرف كل اشي بس انا طلعت بلاد وعلمتهم وريحت ذمتي من هالش من يعني انا تعذبت كثير بحياتي وانا طلعت اولاد اربع اولاد علمتهم في الجامعه وبطلب من ربنا يعطيني بس الصحه وافرجي الناس شو عملت بحياتي من اشي بسيط عملت اشي كبير عملت كل اشي يعطيك الف عافيه ابو حنا هذا شومر بتضلك نازل على الشومر طول 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 بتضلك مكمل على خلال النصارى وبتضلك مكمل طالع ابو شريتح بتضلك اذا بدك تنزل على طريق كمان بتكمل على خلال البراغيث على الغولي وبتصل مرج البطنيه وبترجع هناك منطقه خلط اليهود وهذا هو وين بعد بدك؟ معليا شرق معليا نبدا من نبدا من يعني من عند المزاري عند شو وين سيرة دار حمادي سيرة دار حمادي بتنزل على خلة غزالي عشان بعدين بتطلع على خلة غزالي بعدين تصل لشقيب الزاغ هناك في محل سياحة شقيب تنزل اليهود عليه تتفرج ووادي المسقة في ارض اسمها وادي المسقه وادي المسقه بترجع هذا من هذا بين الاقاب وبنرجع لورا بنرجع لورا لورا على الجبار على المقاطع وادي القرن الذي على مكاروت وادي القرن نطلع من هوني بدنا نكمل على وادي القرن نصل للمواريك هاي المواريك اهل مائلة ننزل نرجع من المواريك ونكمل لورا بدناش نكمل على وادي القرن للغرب على طيب نرجع لورا 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 بنطلع على الجبار مع الشارع الرئيسي الشارع هذا اللي فتحته مكروه وبنضل طالعين لفوق اسمها خلت الزعروره شقيف نصوره راس جرماش رويس النمر
بيجي الكبانية وفي خلي منطقة برناد. شو في حواليها برناد؟ هي هاي ما عم سجلتها قلت لك برناد. رويس الدار بشارة هاي المناطق رويس النمر. رويس النمر قلت لك كله هذا قلت لك عنه. هاي كل المناطق كلها يعني المناطق كلها انا بعرفها يعني محل محل. فيش محل بعرفوش.